مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم مرة تانية وبرنامجكم الجسر من نيويورك. بنعود ببرنامج الجسر مرة أخرى بعد أجازات رمضان وأجازات الصيف، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بها جميعا. وبرنامج الجسر إحنا بنبدأ أول حلقة النهاردة الجمعة، ويستمر إن شاء الله كل أسبوع يوم الجمعة الساعة 9 مساء على قنوات ART أمريكا و ART كيبل. ART أمريكا على ديش نتورك، و ART كيبل حسب شركة الكيبل اللي حضراتكم تابعين لها. أعزائي المشاهدين، إحنا يعني برنامج بتاعنا برنامج الجسر، وهو برنامج هدفه هو المودة والصلة والتآخي ما بين العرب وبعضهم. بدأنا برنامج بهذه الفكرة، إن إحنا نتواصل مع بعض كجاليات عربية موجودة بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاليات عربية مغتربة، وجاليات عربية بتخاطب دولنا وأوطاننا العربية البلد الأم. ولكن أصبح من الصعب، يعني إحنا بنحاول إن إحنا نكون بعيدين عن السياسة والدين بطريقة معينة، إن لأن وجهات النظر المختلفة يمكن بتفسد العلاقات ما بين الناس. لكن أصبح من الصعب إن إحنا نتجاهل ما يحدث في أوطاننا العربية. ما يحدث في أوطاننا العربية اليوم صعب إن أي برنامج تلفزيوني أو وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو حتى مكتوبة على المستوى المحلي أو المستوى الدولي أن تتجاهل الأحداث السياسية في المنطقة العربية. أحداث السياسية ما أصبحتش سياسية بس، بقت أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية وهلوم جرى. فإحنا قررنا إن إحنا من أمريكا كعرب أمريكا ولنا صوت مسموع وبنعيش بأمريكا ونحمل الجنسية الأمريكية وفي إدارة الإدارة الأمريكية، سواء إحنا رضينا اتفقنا اختلفنا، ولكن الإدارة الأمريكية لها تأثير على العالم أجمع. فإحنا هدفنا هو في هذا البرنامج البناء، هدفنا هو البناء وليس الهدم. وهنتطرق للمواضيع السياسية بطريقة مختلفة. إحنا مش عايزين نولع الدنيا ولا عايزين نمسك لبعض على كلمة، إحنا عايزين نلم الأمور، عايزين نطفي اللي موجود، عايزين ننهض ببلدنا العربية. مش معقول مصري ضد مصري، عراقي ضد عراقي، سوري ضد سوري، لبناني ضد لبناني، فتح ضد حماس، سوداني ضد سوداني. إحنا فين؟ إحنا هل اللي بيحصل ده كله سحابة وعدت أو معدية وإحنا مش واخدين بالنا؟ ده حظ ولا بالصدفة؟ هو ده اللي احنا بنحاول نتطرق له، وان احنا نحل مشاكلنا، ان احنا نقعد مع بعض الاصدقاء الاخوة اللي بعشرين وتلاتين سنة مع بعض ومتحبين. اللي انا شايفه دلوقتي في خلال الفترات الاخيرة دي كلها بدأ الكره يدب بينهم، بدأ يبقى في بينهم عداء. الصديق والأسرة الواحدة يمكن بيختلفوا مع بعض، فليه السبب؟ واحنا ربنا خلقنا أمة مشتركة في حاجات كتير، مشتركين في اللغة، مشتركين في عاداتنا وتقاليدنا، مشتركين في الإيمان بالله بصرف النظر عن الديانة هي إيه. ولكن يعني عندنا كل حاجة، ربنا حبانا ببلاد جميلة بأوطان جميلة، فليه؟ هل إحنا اللي بنبهدلها بإيدينا ولا ده جاي من برا؟ خلينا مش عايز أطول كتير، بس أنا أتطرق لمواضيع كتيرة، وإن شاء الله يكون برنامج الجسر وقناة ART أمريكا هي منبر العرب زي ما بدأنا. والله يكرمه ويطول في عمره الشيخ صالح كامل، لما بدأنا ART سنة 96 كان هدفه تسماها عرب راديو اند تلفزيون، يعني قناة العرب كان أمنيته، وما زلنا إحنا إن شاء الله ماشيين على هذه الاتجاه اللي هو رسمه، إن إحنا نوحد العرب ولو في أمريكا، ولو نبتدي بأمريكا الأول، لأن إحنا في أمريكا بدأت الانفصالات، هنا بدأت العداء يدب بين الأصدقاء بين العرب. أصبح السوريين مشغولين في مشاكلهم، والمصريين مشغولين في مشاكلهم، ودول كل واحد مشغول، وكل مجموعة مشغولة مع بعضها بتحارب بعض. الناس قالوا يعني بيزوروا بعض وبيحبوش يتكلموا في السياسة، بيقولوا إن إحنا من البداية مش عايزين نتكلم في السياسة. ولكن أتحدى أن واحد يقدر يقعد ساعة مش هيقدر يتطرق لأي موضوع، لأن السياسة ما بقتش سياسة بس، بقى فيه اقتصاد، بقى فيه
بلاد بتنهار، بقى في مشاكل تربوية أخلاقية، ما بقى لناش كبير بقى يعني. ربنا يسر علينا. ومش هننسى برضو في برنامجنا ان هو برنامج التواصل ما بين الجاليات العربية، ان هو برضو بيغطي كل نشاطات الجاليات العربية اللي موجودة بأمريكا وكندا، وإحنا معاكم، وهو هو ندا يكون من بركم، والجسر دي بداية، وفي برامج كتيرة، وإن شاء الله الـ ART هتكون منبر كل عربي، لأن إحنا صوتنا كعرب لازم يسمع سواء بأمريكا أو برا أمريكا. لازم نوصل للإعلام الأمريكي ونوضح الصور المظبوطة الواقعية الحقيقية. إحنا هدفنا ما نولعش الدنيا في بعض، إحنا هدفنا إن إحنا نهدي وعايزين نتصالح. خليني أرحب بضيفي الكريم والصديق الدكتور أحمد دويدار، إمام مسجد وإمام ومدير مركز الإسلامي بوسط نيويورك، وهو أيضا إعلامي، ويمكن كلكم بتعرفوه من القنوات الفضائية المصرية ولهم برامج مميزة. برحب بالدكتور أحمد دويدار، أهلا وسهلا. أهلا بك وسهلا. أهلا دكتور، وربنا يبارك في كلماتك وفي رسالتك ويجعلها كده تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كما وصف الله سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة. اللي حاصل أنه صراع وشهوة وسلطة وحكم ودنيا، ولا أجد أفضل من سلوك سيدنا الحسن بن سيدنا علي بن أبي طالب لما ذهب إلى معاوية وقال له: لك الدنيا ولنا الآخرة. لك الدنيا ولنا الآخرة. نعم، لك الدنيا ولنا الآخرة. والحقيقة كتير بقى من الآراء الفقهية طلعت بعد ذلك يتحدثوا في هذا الأمر، وكل تقريبا المقياس الشرعي، الميزان الشرعي اللي حاول يزن هذه الحادثة التاريخية العظيمة لما ترك له الحكم، قالوا إن دي كانت أعظم التصرف، لأنها فيما يسمى في الشريعة الموازنة بين المفسدتين. فحينما تكون هناك مفسدة مطلقة عظيمة ومفسدة بسيطة، يعني المفسدة البسيطة قد تكون في صالح مثلا المقارنة بين سيدنا الحسن وبين سيدنا معاوية، فيقول لك الحسن سليل الأسرة العظيمة وحفيد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل ما أوتي من علم وحكمة وبيت شريف وسلالة النبوة وكل الجمال ده كله. وفي ناس تقول معاوية، مين هو معاوية؟ أقل شوية في الحسب في النسب، وآراء كتيرة تتقال، ولكن في النهاية قالوا ده سلطان متغلب جلس على كرسي الحكم وبسطت له الدنيا يعني بكامل هيئاتها ومقوماتها وأصبحت في يده، ولا زال يفتح المساجد ولا زال ينادي بلا إله إلا الله محمد رسول الله، والأسفلت شغال والكهرباء موجودة مثلا يعني، والمؤسسات شغالة فيترك. ده يعني كلام يعني. أنا كويس، إزاي هربط ده مع اللي بيحصل؟ اللي بيحصل في الدول العربية يعني، إحنا يعني مش عارف، تونس، ليبيا ما كانتش يعني، لتونس، لليبيا، لمصر، للسودان قبل كده، والعراق قبل كده، نعم، لسوريا، للبنان، لفلسطين. أنا أتكلم من منظور من منظور رجل دعوة، ومنظور رجل بيأم المسلمين في بيوت الله سبحانه وتعالى. أنا صفتي إيه أو دوري إيه أنا كرجل دعوة أو كرجل بأم المسلمين أو بتحدث فيهم بكلام الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا أريد إطلاقاً إقحام الآراء الدينية والشرعية في التصرفات السياسية إلا في المستويات اللي هي الفاسدة الكبرى، حينما يأتي الحاكم ويقول مفيش مساجد ومفيش توحيد وشرك، ده كلام تاني. لكن طول ما هو قائم على شؤون العباد، ولو حتى عنده نوع من الظلم وعنده نوع من الأخطاء وإلى آخره، عندي كثير من الوسائل والآليات، عندي النصح وعندي الموعظة وعندي الصبر وعندي الدعوة للأجيال الموجودة، أبني منها قاعدة فيما بعد سيخرج منها الضابط المحترم والنائب المحترم والقاضي المحترم. ودي كانت الدعوة الأصلية، كانت للإمام الشهيد حسن البنا لما كان بيقول لهم ابنوا الجماعات، ابنوا المجتمعات من البداية، هي من نفسها هتخرج لكم المدرس الصالح والأستاذ الصالح الجامعي والمهندس والطبيب والحاكم الصالح. أما إنك أنت
النهاردة عايز تيجي واحد بيعمل تيك اوف للطيارة فتروح انت منزل له ايده وهو بيطلعها لفوق غير عابق بأي مسؤوليات قد بأي نتائج قد تؤثر على تتكلم على زل. يعني بتقصد بكده يعني مثلا دكتور أقصد أقول من الآخر كده يعني أيوة يجب علينا نجتمع كلنا سويا على كلمة رجل واحد لبناء هذه الدولة التي على وشك الانهيار اقتصاديا وتكون المناهضات والدعوات اللي بتكون في كل مكان والمظاهرات مظاهرات لجلب السياح ومظاهرات لوضع اليد في يد أي مسؤول موجود طالما لم يأمر بالكفر البواح. ده كلام جميل وهو ده بالضبط يعني الدكتور أحمد ذكره هو ده اللي احنا عايزينه يكون في الجزء المتعلق بالسياسة في الجسر لأن لازم نوصل لازم نسد ونصلح الشرخ اللي حصل في الجسر اللي بين العرب جميعا. خلينا معنا ضيوف معنا ضيوف في هذه الحلقة احنا بنناقشهم مش بنناظرهم ولكن احنا بنتناقش عشان نوضح الكلام اللي الدكتور احمد بيقوله. فخلينا نطلع الاعلان ونرجع مع ضيوفنا الكرام. مرة أخرى أعزائي المشاهدين والجسر وإن شاء الله يكون جسر المودة والتواصل والمحبة وجسر البناء. يسعدني أن يكون معايا اليوم الأستاذ محمد البني من الجمعية المصرية الديمقراطية الجمعية المصرية الأمريكية الديمقراطية لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان وهو أيضا المنسق العام لحملة الرئيس محمد مرسي وقت الانتخابات بالولايات المتحدة الأمريكية. هو منسق العام للحملة الانتخابية للرئيس مرسي. أهلا وسهلا أستاذ محمد. وأيضا بيسعدني أن يكون معنا اليوم الدكتور حاتم رزق. الدكتور حاتم رزق وهو عضو التيار الشعبي وأيضا رئيس حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. برحب طبعا بالأستاذ محمد البني وهو يعني منسق العام لحملة الرئيس محمد مرسي. أنا سألته قبل الهوى يعني هل لو لأن أنا في كل الدنيا بيكتبوا الرئيس المعزول محمد مرسي فقلت له أنا مش عارف إذا كانت الكلمة دي مظبوطة ولا مش مظبوطة فهو جاوبني قال لي يعني أنت تقول اللي أنت عايزه. فيعني الراجل عنده صدر رحب و بس وقت أستاذ محمد لما وقت الحملة الانتخابية كنت متوقع هذه النهاية اللي يحصل ان احنا يحصل اللي احنا فيه ده دلوقتي. وايضا انا هسيب حضرتك تتكلم يعني بس الجمعية المصرية الامريكية للديمقراطية وحقوق الانسان التي انشئت بعد 30 يونيو دي برضو فيها شوية تساؤل فياريت حضرتك توضح لي بالضبط. الاول خلينا السؤال الاول النهاية كانت متوقعة حاجة زي كده أو طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الحقيقة يعني بعد ثورة 25 يناير وهي الثورة الحقيقية اللي خرج فيها أطياف الشعب جميع الطوائف خرجت من بداية من 25 يناير إلى أن رحل حسني مبارك وكان هناك أمل يحدو الشعب كله أن مصر تتغير للأفضل للأحسن منظومة الفساد اللي ظلت 30 عام منها تنتهي. وكان من ضمن الأهداف كانت طالعة بأهداف واضحة عيش حرية عدالة اجتماعية وكان ده لن يتم إلا إذا كان هناك نظام سياسي مستقر مبني على انتخابات نزيهة تعرف لم تعرفها مصر من قبل مبني على مؤسسات كل مؤسسة لها دورها التي توديه عدم تداخل المؤسسات في أعمالها. وكان من ضمن هذه الأشياء انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية وفعلا تمت الانتخابات الرئاسية وكان الهدف ان في فترة ان مدة الرئيس 4 سنوات يحاسب بعدها اما ان ينتخب مرة اخرى او لا ينتخب وكان ده هو المنتظر. واذا تم عزل الرئيس بغض النظر هو كان سين او صاد من الناس انه يتم وفق
يعني آليات يعني معروفة من خلال محاكمات معروفة. الدستور 2012 فعلا نص على هذه الأشياء. ما حدث في 30/6 يعني أنا شخصيا، حضرتك بتسأل سؤال، طبعا ما كانش هذا متوقع، وإلا ما كانش أي حد فكر أن يدخل في الانتخابات من الأول طبعاً. لا محمد مرسي ولا حمدين صباحي ولا غيره. إذا كان في الأخير سيأتي الجيش مرة أخرى ويأخذ السلطة مرة أخرى، ما كان هيبقى فيها نوع من تضييع من الوقت. حدث في 30/6 كثير من أفراد الشعب لم يعجبوا أداء الدكتور محمد مرسي، وده شيء في كل ده ديمقراطية وليدة، وفي الدنيا كلها هذا وارد. يعني الآن في أمريكا في أحد الشهور تم بعض الاستبيانات أداء الأمريكيين عن رضا أداء الأمريكيين عن أوباما، طلع في بعض الأحيان 38%. بس لما يكون الشرعية سيد محمد، لما يكون من الجماهير شرعية ثورية مستمدة من إرادة الجماهير، يجوز أن تسقط شرعية الصندوق وشرعية مهما كان يعني الرئيس المنتخب. مش يعني حضرتك في الانتخابات، هو فاز في الانتخابات ب 51% تقريبا، كان في 49% ما انتخبوهوش. الأصول الديمقراطية تقتضي من الآخرين أنهم يقبلوا أن فيه انتخابات وفائز. الحقيقة طول هذه الفترة بالتعاون مع النظام العقيم العميق للنظام السابق الذي لم يرحل، يعني لم يرحل لا قبل محمد مرسي ولا إسلام محمد مرسي ولا بعد محمد مرسي، استطاع أن هو يظل يتعمد إفشاله وإظهار المثالب بس بعد إذن حضرتك أنا مش أخذ النقطة. وإلى أن خرجت الجماهير واستغلها الجيش في عمل انقلاب عسكري. يعني ما حدث يوم 3 يوليو بكل مقاييس السياسة وبكل التعريفات السياسية، طالما وزير الدفاع والجيش هو الذي تدخل لتحويل الأمر من شيء إلى آخر، أصبح انقلاب عسكري. والدليل أن ما زالت الآلات العسكرية إلى الآن في الشوارع، الدبابات والجنود ما زالت إلى الآن في الشوارع، ما هيش. طيب خليني أستاذ محمد أشوف مع الدكتور حاتم رزق، وهو من التيار الشعبي، والتيار الشعبي كان عضو أساسي في حركة أحداث 30 يونيو. ما أعرفش نسميها أحداث، نسميها ثورة، نسميها نسميها إيه، بس كان لكم دور. ففي الولايات المتحدة الأمريكية برضو يعني أنا شايف الدور ما كانش مش بنفس القوة اللي هي أيام ترشيح حمدين صباحي، ومتالي في رد عند حضرتك. أنا شايفك كنت عايز ترد على الأستاذ محمد البني، وأنا عارف أن أنتم مختلفين سياسيا جدا ولكن أصدقاء جدا برضو، فدي حاجة يعني بتخلي الواحد مطمئنة طبعا. لا هو يعني الأستاذ محمد البني وصل يعني وفر وقال لي نص الإجابة. يعني هو أولا، وده نادرا ما تسمعه من حد من إخواننا من الإخوان المسلمين، إنه قال لك إن كثير من الناس كانوا ضد سياسة الرئيس، فده جزء كويس وأنا بعتبر إن ده جزء إيجابي. لكن اللي مختلف معاه فيه هو فكرة إزاي الديمقراطية توصل للرئيس وإزاي تشيله معاه. الديمقراطية مش جزء تقف عنده في منطقة معينة وتسلك إجراءات وسياسات طول فترة حكمك تتناقض مع الديمقراطية. كان فين الديمقراطية أو الشرعية لما الرئيس محمد مرسي عمل إعلان دستوري إدى لنفسه فيه كل الصلاحيات وكل القوى اللي تمكنه منفردا؟ ليه ما قلنا لا ساعتها؟ قال هذا الكلام. هي بس المشكلة في التوقيت. التوقيت بمعنى إيه؟ إنه حتى أفراد الشعب اللي هم كثيرين باعتراف الأستاذ محمد وقالوا وكانوا ضد هذه السياسات، طلبوا باستفتاء، يعني طلبوا هي تسدد كل الطرق الديمقراطية الأساسية اللي تخلي الناس ببساطة شديدة تقدر تغير الرئيس وتشيله. يعني مثلا عندك نظام مبارك الفاسد، لو كان في آلية ديمقراطية تسمح بتغييره ما كانش عبر برلمان، ما كانش الناس خرجت في ثورة 25 بنفس المنطق وبنفس الشيء. بنفس المنطق. لو وسع لنا مساحات للديمقراطية تمكن الناس من ان هم تشيل الدكتور محمد مرسي عند عدم رضائهم عن أدائه، ما كانش حد، ما كانش بقت في ثورة. المنطق بيقول كده. طيب دكتور أحمد، يعني هو عزل الرئيس ليه دايما احنا يعني المفروض رئيس مصر، رئيس مصر يكون رئيس كل المصريين؟ ليه احنا ربطنا ان سقوط مثلا رئيس مرسي هو سقوط لجماعه الاخوان المسلمين؟ وهل جماعه الاخوان المسلمين يا جماعه، انا اللي انا بعرفه ان جماعه دعويه، مش يعني لما الرئيس مرسي انتخب رئيس اعتقد ان هو استقال من الجماعه، ولا يا استاذ محمد؟ نعم. يعني ما ولا منتمي للجماعه وهو رئيس لمصر؟
لا حضرتك هو واستقال من الجماعة واستقال من رئيس الحزب، لأن احنا حضرتك ال 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 استقال من الجماعة. الجماعة أنشأت حزب اسمه حزب الحرية والعدالة، ومعروف إن الأحزاب السياسية في العالم كله إنها بتنافس على الوصول للحكم والسلطة، يعني طيب. ما هياش يبقى أصبح يعني سقوط للإخوان المستبلين، سقوط للإخوان المسلمين. هو أنا لازلت بقول وبأكرر مرة أخرى، النشاط الدعوي الذي كانت تقوم به، الذي كان يقوم به الإخوان المسلمون في تاريخ حياتهم أثمر ثمرة عظيمة، خلى فيه أجيال متدينة وخلى فيه أجيال ذات أيدي متوضئة وخلى فيه أجيال يبقى عندها يعني زي ما بيقولوا استشعار للفساد في كل موقع بيقع فيه وبيقعد فيه، وبتحس بقيمته وببصمته الكويسة والمحترمة، لدرجة انك انت كنت دائما تفخر انك انت يكون عندك حد موجود مرتبط بجماعة دعوية. لكن للأسف الشديد ان السياسة كالعادة عمل بشري وهي عمل غير مطلق، وللأسف الشديد مرة اخرى أن ممارسة التقية السياسية التي مورست في عهد الرئيس مرسي كانت تقية تظهر ما لا تضمر، ده في رأي الكثيرين، وأنا بحاول أن أنا أكون محايد قدر الإمكان ومؤدب قدر الإمكان لأن ديني وأخلاقي تحتم علي ذلك. هذه التقية استقال ما استقالش العمل الحقيقي والواقعي والذي يشهد به كل المستندات اللي تطلع في القرارات وكل العمل السياسي والمحللين ما يقدروش أبداً يقولوا إلا إنه كان مرتبط ارتباط أكيد بجماعة الإخوان، وقد يعتبر ذلك كثير من الناس لا غضاضة فيه. لكن لابد أن أقول إن أنا حين أختلف معك سياسياً لابد أن تتوقف عن فكرة الشعار الديني لكي تشيطني بمجرد إن أنا ضدك وإنت بتمثل شيء إسلامي، لأنك أنت وأنت تمثل الإسلام أنت ليس الإسلام، هناك فرق بين الإسلام وتابعي وتابعي الإسلام. المسلم في عمله البشري قد يخطئ وقد يصيب فهو غير مطلق، أما الإسلام في عليائه وفي إطلاقاته وفي جوهره الحقيقي لا يخطئ لأنه من عند الله المطلق سبحانه وتعالى. فلا بد أن احنا نعترف أنك أنت ساعة ما تيجي تلعب سياسة وتخطئ اوعك ترفع في وجهي شعار ولا تعمل عندي تقديس لا باسم الدين ولا باسم ربنا، فأنت بشر تخطئ وتصيب، ولما تفشل اقعد جانبا وافسح المجال لغيرك. محمد معلش انا عندي بس مكالمة تليفون والاستاذ محمد يرد على حضرتك، لان يمكن هو اقدر ان هو يقدر يرد من الناحية الدينية. انا يعني اتفق معك ان احنا كلنا مسلمين، يعني او بصرف النظر يعني مسلمين يعني كمصري مسلم مسيحي يا رب يهودي، اليهودي المصري هنا بيحب مصر. اتفضل. ايوه معنا تليفون طارق. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا عندي مداخلة بس هبتدي الاول بالدكتور احمد دويدار. اتفضل. يعني مع احترامي الشديد جدا ليه طبعا، بس هو قال ان احنا مفروض ان احنا يعني نطيع الحاكم ونمشي لمصلحة الدولة طالما انه لم يقر الكفر. فيعني انا مع اختلافي جدا مع احترامي الشديد جدا لمعلوماته الدينية، بس يعني ليست هكذا تكون الدول. ازاي انت تدعم الظلم بان انت تنزل وبدل ما تكون سيد الشهداء حمزة ورجل قال لحاكم ظالم انه ظالم فقتله؟ يعني المطلوب منك ان انت الاول تقوم ضد الظلم وبعدين بعد كده تعمل السياحة، لكن تعمل سياحة في دورة ظلم هذا ليس من أي دين. دكتور أحمد. لا أنا يا أخ أخويا طارق، أخويا طارق أنا أخويا طارق يا أخي طارق. شكرا أختار. أنا ما قلتش يا أخ طارق أنك أنت تستمر الظلم وتعيش تحت الظلم، بل أنا قلت وحددت كويس لمجابهة الحاكم في الشريعة الإسلامية هناك آليات، وإذا لم تتبع هذه الآليات وكل واحد اخترع آليات من عندياته هتصبح فتنة ومفسدة أعظم من رد الحاكم هذا الذي تريد أن ترده، لأنه عنده آليات أكثر عنف وأكثر قسوة وأكثر ظلم، والدماء لا تنتج إلا دماء والبغضاء لا تنتج إلا بغضاء. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
حينما تعامل مع من كان ضالعا في مؤامرة اغتياله عبد الله بن أبي بن سلول، عفى عنه وزاره وعطف عليه من ثوبه كي يكفن فيه، وكان على وشك أن يصلي عليه لولا نزول القرآن الكريم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وحين سأله الصحابة لما فعلت ذلك يا رسول الله وكان ضالعا في محاولة قتلك واغتيالك، قال: لا تقولن العرب أن محمدا يقتل أصحابه. أوكي، طب أستاذ محمد بني، معلش أنا عايز منك رد على هو حضرتك، بس في نقطتين. النقطة الأولانية اللي الدكتور حاتم ذكرها، قضية الوسيلة للتغيير. دستور 2012 كان نص في أن يكون الحكم مناصفة بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الوزراء. يعني لم يكن لرئيس الجمهورية في دستور 2012، وإحنا مش عارفين هي يتركوها في التعديلات اللي بيحاولوا يعملوها الآن ولا لا، أن ليس القضية مطلقة لرئيس الجمهورية أن يعين رئيس الوزراء، إنما رئيس الوزراء سيعينه الحزب أو مجموعة الأحزاب التي تتكاتف أو تتآلف حتى تحصل على الأغلبية. الأمر الثاني أيضاً، الدستور 2012 بيعطي بطريقة واضحة كيف يتم محاكمة الرئيس أو كيف يتم عزل الرئيس. ليس من بينها أبداً أن يأتي الوزير الذي عينه الرئيس هو مجموعة أخرى من المدنيين ويعملون. أنا فاهم، بس أنا عايز رد على الكلام اللي بيقول الدكتور أحمد. لا، أنا الحقيقة أنا مش أنا القضية الآن، أنا بالنسبة لي الحقيقة يعني من الناحية الدينية الآن، أنا مش هقول وجهة نظري أو رأيي. لا، إحنا مش عايزين الرأي الديني، إحنا يعني أنا أقصد تدخل الدين في. فأنا بتكلم، أنا لم يحدث، أنا الآن، وكان الدكتور مرسي كان هدفه هو أن تبنى مؤسسات، يكون مجلس الشعب منتخب يستطيع أن يؤدي دوره، تكون وزارة جاية منتخبة تؤدي دورها، أن يتم التعامل وفقا للدستور الذي تم وضعه. أما لكن المشكلة أستاذ محمد أن بعض الناس أخاف أنه يربط بين أن الرئيس متدين أو حافظ للقرآن الكريم واستغلال الدين. يعني ما احناش بنتكلم بنقول والله انتخب الدكتور، كنا بنقول انتخب الدكتور محمد مرسي لانه حافظ للقران الكريم، عمرها ما حصلت يعني في هذا. ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الفريق السيسي برضه متدين، بيقولوا يا سيدي متدين. لا، انا ليس انا ولا انت يعني الان من وظيفتنا ان نحكم على التدين. لا خالص خالص، واحنا ده مش هدفنا على مواقفهم السياسيه ومواقفهم على الارض. انا رايي اخالف استاذنا الدكتور أحمد في قضية الناحية الاقتصادية. لن يتحسن الاقتصاد إلا إذا كان هناك استقرار سياسي واستقرار اجتماعي. وكيف يكون الاستقرار السياسي يا أستاذ محمد وأنت رجل أستاذ فاضل وأنت تعلم مدى محبتي ليك؟ الله يبارك فيك. والله أقسم بالله العظيم، كيف ترى اقتصادا يقوم ودولة تنهض في ظل مشاكسات ومعاكسات البعض بيصفها بالرذالات الصبيانية التي لا ترقى حتى لمستوى العمل السياسي المنتج الجاد والنقد البناء؟ لا. يعني حكاية ان انا اكون قاعد في قطر في قطار ماشي، فالكابتن القائد الاصلي الاساسي اتنين اختلفوا مع بعض في الكابينة، ففيما يبدو ان واحد راح قافز وقدر يقعد على الكرسي بتاع القيادة وخلاص القطر ماشي. اقوم انا قاعد بقى، انا كراكب مسلم عندي شوية دين وشوية فهم لفقهي الإسلامي، عمال أنا بقى أنا مش مبسوط مثلا من اللي حصل لنفرض ذلك، عمال إيه أكسر في الأكرة اللي جنبي وأنزل في الإزاز وأكسر فيه، أقعد أشخبط على الجلد، حد يعدي روح مكعبله. وصل دكتور، معلش قطر يمشي. أخذ رأي دكتور حاتم. لا، هو بس لازم يبقى معروف ومفهوم. حتى النقطة اللي اتكلم فيها الأستاذ محمد البني في أنه رئيس الوزارة اللي بيتقاسم، حتى شركاء الإخوان المسلمين وتحالفاتهم من الجماعة الإسلامية، من حزب النور، من حزب الوسط، كانوا بيطالبوا بأن رئيس الوزراء يتشال، غير مطالبات الشارع. يعني أنت عندك نظام سادد ودانه عن الناس، التيارات السياسية، التيارات الثورية معايا، كل ده مقفول. حتى الطلبات اللي كانوا بيتقدموا بيها الحزب للحزب الوطني، أن لما يبقى في انتخابات برلمانية، أن احنا عايزين حكومة محايدة، ان احنا عايزين الاشراف يبقى دولي على الانتخابات، ان عايزين بعض الوزارات ما يسيطرش عليها الحزب الحاكم، الكلام اللي كانوا بيطالبوا بيه الحزب الوطني، كل القوى السياسيه طالبت بيه اخواننا من الاخوان المسلمين من حزب الحاكم انه يعملوا هذا الكلام
رفضوا في تنفيذه. انت بتسد قدامي كل الطرق المشروع. فبدأ ان الناس ببساطة شديدة ان اللي كان بيطلب في انه يبقى في استفتاء على وجود الرئيس بدأ يبقى في ثورة وثورة حقيقية وبقى في بقى في ناس. احنا انا عايز اقول لحضرتك حاجة، احنا مش عايزين نتطرق برضو يعني دي كلها تفاصيل حصلت خلاص وبتحصل وفي عنف من كل الاطراف في مصر وكده، احنا عايزين نوصل للحل يمكن في. لا مش من كل الاطراف يا استاذ محمد سامح، يعني هي دي النقطة اللي احنا عايزين نتطرق لها. انت تعرف ان في قيادات النهاردة عسكرية وفي قيادات في الشرطة المصرية النهاردة التي كرمهم الرئيس مرسي بالمناسبة برضو، وكان دائما يعني في اي مناسبة بيعطي كل القدر من الإجلال والتقدير والاحترام للجيش وللشرطة. كيف تمت شيطنة هذين الجهازين اللي قايم عليهم الدولة المصرية ولمصلحة من النهاردة ان احنا نقول كل الأطراف؟ لا، ده في النهاردة بعض القيادات بتقول يا جماعة تهاونكم هو اللي أغرى بيكم الغوغاء في الشوارع. احنا يعني البلد القانون هي القانون يا أستاذ محمد ياخد مجراه. ايه اللي مخلي أمريكا ناجحة؟ ان في قانون ساري على الجميع، في قواعد وماشيين على يعني ما فيش ما بيخلفوهاش. يعني ليس الإيمان بالتمني، وكثير من المفسرين قال لك التمني معناها الشعار. الشعار في الإسلام حتى مالوش أي قيمة ما لم يفعل إلى عمل. ليس الإيمان بالتمني. قلت المثال المزبوط اللي هو أنت ماشي في الشارع في أمريكا في أي مكان بتشوف الناس على كل ألوانهم وكل أشكالهم لا علاقة لهم بالدين. مع احترامي وتقديري لفضيلة الدكتور أحمد الذي جعل أمريكا أمريكا إلى الآن أن عندها نظام سياسي مستقر، لم نسمع منذ أن كان الدستور من أكثر من كم سنة الآن يعني تقريبا الدستور لم يتغير فيه إلا أشياء بسيطة جدا. لم نسمع أن في مرة مهما كلينتون يعني نقل أمريكا نقلة اقتصادية عظيمة ما سمعناش أن حد بعد 8 سنين قال والله نعمل له فترة ثالثة. بل في أوقات الحرب العالمية يعني الثانية كانت هناك استثناءات بسيطة جدا. لم نسمع على الإطلاق أن الجيش الأمريكي تدخل في السياسة الأمريكية. المشكلة أنا يعني محترامي للدكتور أحمد، الجيش كجيش على العين والرأس، لأن هؤلاء الذين يحمون الحدود، هؤلاء الذين يجب أن يكونوا وقت الطوارئ الشديدة في وسط الشعب، لكن الجيش دخل في السياسة. وعلاقة الضابط بمن هو أعلى منه، عندما جيش يدخل في أي أمر فهو يتعامل إما قاتل أو مقتول، إما فائز أو مهزوم. علاقة الضابط بمن هو أعلى منه رتبة يسير. طيب أنا عايز أقول لحضرتك سمعاً يعني سمعاً وطاعة. ما هي الجماعات الإسلامية كده يا أستاذ محمد يسير برضه. إحنا دلوقتي تقريباً تقريباً ده تلخيص للفترة اللي هي حصلت دي. فالحقيقة الحقيقة معلش الآن من بيده السلطة الآن؟ السلطة التي قتلت إلى الآن قتل أكثر من 6182 شخص وتقريباً 20,000 معتقل بقضايا في غاية الوهم، في أطفال أقل من 16 سنة، في الأستاذ مهدي عاكف سنه 86 في سنة وفي زنزانة انفرادية، في الاعتداء على الدكتور محمد بديع وضربه، في الدكتور أحمد بيتكلم عن شيطنة الجيش والشرطة، فما بالك بشيطنة الناس. أنا والله يعني بصدق أمام حضراتكم وأمام المشاهدين الآن الذين ماتوا يعني أفضوا إلى ربهم. قضية النسيج الاجتماعي زي ما حضرتك بتقول ان في اخ كاره اخوه بناء. الاعلام هو ده. الاعلام لا الاعلام يعني ترك دوره التوجيه. هو ده اللي احنا عايزينه يا استاذ محمد. طلب الطلاق من زوجها لانه مش عارف ايه مع التيار ايه وهي مع ايه يعني وصلنا المرحله دي. فده نكمل احنا خلينا نكمل بعد الاعلان يعني لان ايه يعني احنا وصلنا تقريبا اختصرنا اللي فات كله فهنبتدي المرحله اللي جايه لان هو الموضوع ان احنا عايزين نوصل لحل في الاخر. فخلينا فاصل بسيط ونرجع تاني. مرة أخرى أعزائي المشاهدين والقعدة اللي هي حاسس إن إحنا قاعدين يعني أصدقاء مع بعض، بنختلف سياسيا بنختلف في آراء ولكن في الآخر إحنا أصدقاء. عايزين نوصل للحل. إحنا هنفضل كده طالعين لما لا نهاية يا شيخ محمد؟ هو حضرتك يعني في أي سياسة في الدنيا إذا كانت هناك أي نوع من المشكلة لابد من الناس تجلس كلها مع بعضها وتتفاوض
وتتواصل إلى على الأقل حلول وسط. أنا شخصيا رأيي أنا الشخصي مش متحدث باسم حد الآن حقيقة، إن في سلطة موجودة، هذه السلطة أنا بسميها السلطة العسكرية الحاكمة. ما زلت أنا في رأيي الشخصي إن ما زال الدكتور محمد مرسي هو رئيس الجمهورية المنتخب، لأن مش هنوصل لحل كده. لا هنوصل لحل يعني، الناس توصل لحل، لأن يعني في حلول كانت ممكن، مش زي ما حضرتك طلبت، مش هنتكلم عن الماضي. أنت لك تتخيل إن الإعلام المصري في كل الإذاعات والتلفزيون الحرب على الإرهاب، يعني في حرب، وقضية إن في حرب، والنهارده في دلجة، بكره في كرداسة، بعد لازم يبقى في يعني انا دلوقتي فنطلع من يعني نريد ان احنا نخرج من نطاق ان احنا في حالة حرب. لا يمكن ان يكون مجموعة كانت بتحكم البلد يعني في حالة حرب دلوقتي في مصر. لا بهذه الطريقة التي يقوم بها او تقوم بها قيادات الجيش بهذه الطريقة وبهذا، يعني هم رايحين يشكلوا دبان وشهم يعني يا استاذ محمد، يعني لما يكون عندك قرية فيها ناس قاعدة فوق الاسطح بكلاشينكوف وبجرينوف بيوقع الطيارات الهليكوبتر، وعندهم ترند واتصال وامتداد بكافة الجماعات الإرهابية الموجودة في شبه جزيرة سيناء، وثبت ذلك بالدليل القاطع أنهم كلهم خط واحد إلا من رحم ربي. مع احترامي لكثير من أهل الدعوة والجماعات، ناس أفاضل وفيهم الكثير عرفهم ناس محترمين وأصحاب دعوة حقيقية، وهم الآن يعني بيمارسوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في اعتزال الموقف لأنه فتنة حقيقية. أما هؤلاء الناس يتركوا، وأنا أقول يعني أنا أفض إيدي في ملامح الدولة يا شيخ محمد فضيلة الأستاذ. طيب حضرتك بتتكلم دلوقتي، دخلنا في الموضوع اللي هي دي، خلينا ناخد رأي التيار الشعبي. يعني التيار الشعبي إيه موقف دلوقتي؟ لا هو الحل يعني في أمور لازم تنتهي. هل أنت مع كلام الأستاذ محمد البني بإيه خاص بإيه؟ إن إحنا دلوقتي ما زلنا الرئيس هو لا هو من الاول، من في اول كلامه لما قال ان في كثير، دي شرعيه للناس، يعني تجوب باي شيء، الناس هم اللي بيحطوا الدستور وهم اللي بيجيبوا الرئيس، مش مساله صندوق يجيب في رئيس. نعم ولا الجيش لازم يسيطر؟ لا مفيش حاجه اسمها، مفيش حاجه الجيش امتثل. بص لو الفريق عبد الفتاح السيسي بيحكم مصر الصبح والناس رأت ده من وجهه نظري ان هي تقف ضده وما بيعملش المصلحه، الجيش المصري هيقف ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الجيش المصري وطني خالص، لما يبقى عنده اختيارات ما بين انه يختار ما بين الناس او الحاكم هيختار الناس حقيقة. يعني دي مساله منتهيه، مش فصل كان اختار مبارك، يعني كان الاولى بيه انه يختار مبارك، فدي مساله ما فيش فيها شك، في اراده شعبيه موجوده انتصر فيها الجيش للاراده الشعبيه. ده رقم واحد. ده رقم واحد. اثنين اذا كنت بتكلم عن حلول، اولا يجب كل وقف كل مظاهر العنف والدم، لان ما فيش اي حلول مع دم موجود. صحيح. والكلام حتى قادة الإخوان المسلمين لما كانوا بينتقدوا مجموعة البلاك بلوك وأن هم بيستخدموا السلاح، كانوا بيقول لك، كانوا بيقولوا في ساعتها إيه، الدولة تستخدم القوة والعنف قصاد السلاح. نعم. قصاد الدم. ناخد إحنا مكالمة الأستاذ نبيل من نيوجيرسي. أيوة أيوة معاك أهو. اتفضل يا أستاذ نبيل، أنت على الهواء. ألو مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أنا نبيل مجلع من جيرسي سيتي. أهلا وسهلا. كنا مكونين مقيم في أمريكا من 33 سنة. بحيي طبعا فضيلة الشيخ المستنير أحمد دودار اللي هو صديق الأقباط وحبيبنا والراجل الذي يدعو الدعوة الحسنى في من يوم ما عرفته من 25 سنة في أمريكا. ربنا يزيد من المحبة والتواصل. بس كان ليا شعور لازم انقله لحضرتك. انا بقولك مقيم جاي امريكا عندي 16 سنه، يعني انا بس بروح مصر وبحب مصر وبعشق تراب مصر، والشيخ احمد دودار يعرف ذلك. بس عمري من يوم ما جيت امريكا، كان طبعا عندنا القضيه القبطيه وكنا بنطلع مظاهرات للاقباط على طول، بس عمري في امريكا ما حسيت ان انا مصري ومصر دي بتاعتي على يوم خطاب اللواء السيسي، الفريق السيسي اللي ربنا بعته لنا لشعب مصر زي ما بعت موسى زمان ينقذ شعب مصر من الخراب. شكرا شكرا الف شكر يا استاذ نبيل. وطبعا احنا بنتكلم احنا هنا كمصريين بامريكا او كمسلمين مسيحي اقباط، يعني القبطي اللي هو المصري ومصري مسيحي مسلم، يعني ده متهيألي احنا بنتكلم كمصري، لان حتى في مصريين لو بدانا نتكلم على الاقباط، في اقباط
مع جماعة الإخوان المسلمين ومع الرئيس مرسي وضد الجيش وفي العكس. اسمح لي فتفضل كمل. اسمح لي سريعا عشان باختصار شديد، كنا بنتكلم عن حل لازم يتوقف كل مظاهر العنف، الدم غير مقبول به سواء من أي طرف، من أي طرف الدم دي مسألة غير مسموح بها، لازم كل مظاهر العنف تتوقف، ده رقم واحد. رقم اثنين، كل من إيديه اتعصب بالدم سواء من الجماعة الإخوان المسلمين من أي طرف أيا كان لازم يحاكم بقوة القانون. معايا؟ ثلاثة، لازم يدرك جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أنك أمام معادلة سياسية تختلف فيها أو تتفق معاه، لازم تعيد تجربة أن في إرادة شعب موجودة ولازم يعني يتم إدراجهم وفق الحركة السياسية اللي موجودة في ظل نظام دولة موجود. مش عشان زي ما الدكتور أحمد قال أنا مختلف سياسيا أولع البلد، الدنيا مش كده، مع الدنيا مش كده. طيب، ومش بالضروره ان العنف هم اللي يعني احنا مع ضد العنف من اي طرف. في نقطه، طيب انا عايز اقول لك، بتعملوا مظاهرات بالعنف؟ لا دي الحقيقه، لا لا اكبر، لا يعني اكبر خداع بيحدث من الاعلام المصري، مع احترامي لحضراتكم انتم الاثنين، ما يتم في الشارع الان الناس تخرج في مظاهرات سلميه، وكان اعتصام سلمي قتل فيه في يوم واحد 2300 واحد. واسمحوا لي ان اقول لحضراتكم، عندما تنكشف هذه الغمه سيكتشف المصريون ان اكبر مذبحه تمت في التاريخ الانساني المصري في عهده كله حتى من ايام الفراعنه الى الان ما حدث يوم فض ربعه والنهضه. عندما تتكلم عن الدم لا ننسى ان هناك 6000 واحد يعني وده مرفوض، الدم مرفوض في كل اتجاه. اما ان تخرج مظاهرات سلميه لتعبر عن رايها كما خرجت مظاهرات السلميه في 30 يونيو، لا استطيع، ما احد يسمي هذا العنف، بل العنف هو الذي يحدث تجاه هذه المظاهرات من خروج طاره البلطجيه وطاره لاجهزه الشرطه في، والمظاهرات بتلتزم بالسلميه تامه تامه. طيب، وهناك محاوله لجر هذه المظاهرات الى العنف لامر ما. عايز اقول لحضرتك حاجه، لو المظاهرات دي هتخرب البلد يبقى بلاش المظاهرات. والله اللي خرب البلد الانقلاب العسكري، يبقى بلاش المظاهرات. يعني حضرتك ليه دايما يعني عندك، لا لا، لو المظاهرات تطلب يعني انت تطلب، انت يعني تطلب الان يا استاذ محمد الدكتور احمد، بتطلب الان من جماعه اصلا معتقل فيها تقريبا من 20,000 ان الحل عندها، يعني باي منطق؟ القضيه الان في الشارع المصري خارج نطاق سيطره الاخوان، في شباب موجودين، في ناس رافضه، ما هماش مؤيدين للدكتور مرسي لكن رافضه ان يكون في ان الجيش يرجع مره اخرى للحكم، في ناس كتيره جدا مش مؤيده للدكتور مرسي لكن رافضه الطريقه. طب هو لو رافض الشعب اللي الوضع ساخن كده قوي، بس لو سمحت، لو الوضع ساخن، رافض الشعب اللي الدكتور حاتم بيتكلم عليها بتظهر في الصناديق، ومقارنته بين 30 يونيو وثوره 25 يناير، اي ثوره هذه التي يخرج فيها الناس من الساعه 6 للساعه 12؟ اي ثوره هذه التي لم يقتل فيها؟ اي ثوره هذه التي يقوم فيها الجيش والشرطه والقضاء والاعلام يعني ضد الرئيس المنتخب؟ كانت الإرادة الشعبية هي التي تظهر في الصناديق إذا وجدت انتخابات، إذا وجدت انتخابات طالما شاهد الجميع بنزاهتها وشاهد الجميع طيب بأنها انتخابات نزيهة، الإرادة الشعبية تظهر هنا. طيب وإلا كلما جاء رئيس يعني جاء مجموعة أخرى وأخرجوا بهذه الطريقة. طيب، ولذلك النقطة اللي أنا ركزت عليها الاستقرار السياسي هو الأساس، ماشي، يكون فيه نظام الدنيا كلها ماشي عليه بغض الناس سين أو صاد من الناس. نأخذ الأستاذ محمود من نيويورك. ألو. أيوة أهلا يا أستاذ محمود. أهلا بحضرتك، والله عايز أكلم مع الشيخ محمد الدني. والله اتفضل اتفضل. والله كنت بس أكلم على الشيخ محمد، مع الشيخ محمد الدني، هو راجل حبيبنا، أنا من زوار مسجد مصعب بن عمير، وهو من سمعته يعني، وأنا كنت مع الرئيس مرسي قلبا وقالبا ومعايا ما يسكت كتير، ولكن لازم نقف عند حاجة. رئيس مرسي فشل في كل في 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 كل يعني من ساعة ما بدأ هو فشل في كل حاجة. وأنا عايز أقول لك مثال واحد بس، يعني أنت لما جت امرأة كانت تتخانق على طفل على عمر بن الخطاب، قالوا له مين الولد ده، إيه اللي حصل للشيخ محمد؟ قالوا لهم يعني في روايتين، قالوا اما يختصم الطفل واما كل واحده تشد من الذراع، واللي من اللي تشده اكثر ناحيتها هيبقى هو ده ابنها. فامه الحقيقيه سابته، خدت تقلمه. فانتوا ليه ما تكونش البلد بتاعتكم؟ الرساله وصلت يا استاذ محمود، الرساله وصلت. حضرتك عشان البلد تمشي، الرساله وصلت. كل همه انه يشتم بس على السيسي،
السيسي واعوانه، ما ينفعش الكلام ده. لا لا، الرسالة وصلت. شكرا شكرا استاذ محمود. الدكتور احمد، انا بأؤكد مرة اخرى، احنا لازلنا نمارس نوعا من الرفاهية الفكرية الغير مرتبطة بالواقع، سياسيا ودينيا وشرعيا وتشريعيا، وحتى في التاريخ الإسلامي والفلسفة بتاعت الشريعة الإسلامية ما فيهاش فكرة. على فكرة الشريعة الإسلامية ما فيهاش فكرة الجيش وإن عسكري يقعد على كرسي الحكم أو ما يقعدش. الشريعة الإسلامية ما يهمهاش القصة دي. الشريعة الإسلامية بتعني بالأفكار المجردة الأصلية الواقعية. وبلسان الأستاذ محمد بيقول لك السلطة الحاكمة الآن في مصر اللي هي الموجودة على أرض الواقع لا تستطيع أن تتجاهلها، وإلا الدنيا تخرب. أنت عندك مركب لا بد لها من قائد، سواء أنت مبسوط منه شوية أو مبسوط منه شويتين، لا بد أنك تساعده على أنه يكمل القيادة. وأكيد ما فيش حد بيعمر في حاجة. لا لا لا، المركب دي ذاتها هتفرز. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، التيار الشعبي هنا في أمريكا ومؤيد الرئيس مرسي هنا في أمريكا بيعملوا نفس الطريقة، في مظاهرات بتتنظم أمام الأمم المتحدة، وفي طبعا الأسبوع اللي جاي هيبقى في الاجتماع بتاع الأمم المتحدة وفي مظاهرات منظمة وقدام البيت الأبيض. طب إيه الهدف؟ ده جر البلد لورا. يعني لا حضرتك انت بتدي رساله يعني سلبيه. انا عايز اعرف برضه هدف التيار الشعبي يعني انتوا بتنظم مظاهرات حضرتك. بص حضرتك انا بس قبل ما نخش لحدوده المظاهرات في ملاحظه غايه في الاهميه لازم يدركها الاستاذ محمد وكل اخواننا من جماعه الاخوان المسلمين، انه الديمقراطيه مش واقفه. الصندوق ده حلقه في سلسله ليها علاقه باجراءات تتعلق بالديمقراطيه. مش ان انا احط صوتي معي. حتى سيدنا أبو بكر لما قالك إن شيطانا يعتريني فإذا زغت فقوم، ده جزء فلسفة ليه علاقة بإنك إذا لقيت الحاكم قدامك لا يرقى لأداء وشعبه غير راضي عنه إنه من حقه إنه يغيره. إذا أنت سمحت لي بإن أنا أغير بطرق ديمقراطية، يعني طلب استفتاء على وجود الرئيس فرفضه، إذا سمحت لي بطرق ديمقراطية إن أنا تمكنني بإن أنا أقدر أشيلك هعمل هذا الكلام. إذا سديت كل هذه الأمور وسيطرت على الدولة ومكنت نفسك من مفاصل الدولة وبتقول لي ما فيش أي مجال غير إنك تستنى 4 سنين، هلجأ لهذا لفكرة التغيير عن طريق الناس. فدي الشرعية، مش مسألة السنة. أنا فاهم، بس أنا برضو بكلم حضرتك بخصوص النشاطات اللي بتحصل هنا وفي أمريكا. وطبعا في كلام كتير على الإدارة الأمريكية والرئيس أوباما، وفي مبالغ طائله من المال راحت مش عارف لمين، يعني كلام احنا ما عندناش اي اثباتات ولا اي حاجه فما نقدرش. بس في مظاهرات يعني تقريبا اسبوعيه من مؤيدي الرئيس ومن معارضي الرئيس. ف هنوصل ده وجهه يعني. النظر ناس عايزه توصل لبره ان دي ثوره شعبيه، وان اذا كنت بتنحاز لازم تنحاز للدوله المصريه اللي هي اكبر من كل الاحزاب والطرق السياسيه. صحيح. الدوله هتنهار من الاشخاص. الدوله هتنهار. ففي ناس مع هذا الاتجاه وبالتالي بيشوفوا اي طرق معينه هنا انه يوصلوا الرؤيه دي ان احنا عايزين نحافظ على الدوله، وفي ناس مصرين. بس هو في حاجه يعني المظاهرات يمكن اللي هي مؤيده للرئيس يعني اللي احنا لاحظناه فيها، وطبعا دول اخواتنا واحبابنا واحنا نفديهم بارواحنا. يعني فلسطينيين ما بحبش المظاهرات اساسا. فلسطينيين وسوريين موجودين في المظاهرات، يمكن في احيانا بشوف عددهم اكتر من المصريين. زي ما بقول لحضرتك حاجه، يعني احنا في الصين دي بنفديها بروحنا يعني، واخواتنا السوريين وكده. ولكن في المظاهرات العكسيه اللي هي من التيار الشعبي ما بليهم تقريبا ما يعني مصري كله. ف انت حضرتك عندك تفسير هو طبعا المعلومه. انا الحقيقه يعني دائما لما بنتكلم في المعلومات احيانا ما بنختلف ان المعلومه من الاصل، يعني مع احترامي للدكتور احمد، يعني معلومات ان في كرداسه مش عارف ترسانة من الأسلحة وهذا الكلام، أنا رأيه ده من افتكاسات الإعلام المصري، وده غير موجودة على الإطلاق، غير موجودة على الإطلاق، بدليل إن ما بيضربش، ما فيش لا في دلجة ولا في غيره. ويبدو إن اللي داخلين كانوا يتمنوا حاجة زي كده علشان يعني يحصل فعلا اضرار محبة. حضرتك مين الناس اللي بتموت؟ ما ماتش أمس ألا اللواء اللي موجود مساعد وزير الداخلية يا سيد علي رحمة الله ورحمة أموات المسلمين طبعا. وإلى الآن مشكوك في من قتل، واقرأ ماذا كتب ابنه على الفيسبوك النهاردة. يعني أنا لا أدري، حتى أكون أنا لا أحب أن أنا أقول معلومة لا أعلم مدى صحتها، لكن قرأت
العهده على اللي كتب ان ابنه بيتهم الداخليه اللي قتلوه. انا مش هندخل في الموضوع ده. لا يعني والعقيد وال ما هو يا دكتور احمد ده قال والناس قالت اتقتلت نفسها، الراجل قتل بنته في رابعه يعني جت على ديت. لا ما هو ده كلام، ما هو ده كلام مش مطلوب تصديقه. طيب بس هذا الكلام اللي مش لا انا بس ترديده. لا لا انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه واحده، يعني اللي يفتكر ان الاخوان هم بيقتلوا نفسهم ده كلام مش صحيح، واللي يفتكر ان بتوع الشرطه بيقتلوا نفسهم ده كلام برضو مش صحيح، محتاج مراجعه القضيه. بس وفي استخدام قوه ما بين طرفين لازم نبقى ضد القضيه الان ببساطه. يعني اي قوه حضرتك من الناس هتخرج في مظاهرات سلميه على مستوى الجمهوريه في اماكن مختلفه والاعلام. انا اقول لك انت عارف كانت تتنظم ازاي يا استاذ محمد؟ لا انا اقول لك السلميه تتنظم ازاي، وانا بقالي في العمل الطلابي والعمل السياسي من ساعه ما كنت في الجامعه من 9 سنين. انا اقول لحضرتك سلميه ازاي. انا سلميه لو عايز اعمل مظاهره على في اي شارع في مصر، انا اوقف الناس بتوعي على الجانبيين واخلي المرور يعدي. ما بيحصلش. مش هيحصل. انا هروح اقف لو معترض على، يعني لو ضدك هروح اقف معاك. ما بيحصلش كده. انما مش هقفل الطريق. لا لا لا، مع احترامي لحضراتكم، لا اللي بيحصل كده وبيتم بلطجيه من اليمين مره. عايزين نبني. طب لو في بلطجيه بيهم من اليمين يا دكتور احمد، طب ما نعمل اللي كانوا بيقولوا بيه الاخوان للمظاهرات قبل كده. ناخد ايه اللي يخليكم مكالمه معانا؟ معانا مكالمه تليفون استاذ. عايزين نبني. مناع. ايوه ايوه اهلا وسهلا. ايوه اهلا وسهلا. اهلا مساء النور. مع حضرتك مناع زناتي من نيوجيرسي. اهلا وسهلا. انا مصري. انا هبدأ بس بحاجه اولا، ان انا اعزي اهالي شهداء ثوره 25 يناير اللي احنا نسيناهم. ما نسيناهمش كلها نسيتهم دلوقتي وبتفكر في اللي حصل في الانقلاب العسكري اللي حصل في 30 يناير. اللي يقول غير ان هو انقلاب فهو له حريه، زي ما انا ليا حريه التعبير ان انا اتكلم واقول اللي انا شايفه. ان اللي حصل من الفريق عبد الفتاح السيسي هو انقلاب على الشرعيه اللي جت من الصندوق. اذا احنا كنا نرفض الدكتور محمد مرسي، في 13 مليون ونص انتخبوا الدكتور محمد مرسي وادوهم صوتهم، وفي الاخر الفريق عبد الفتاح السيسي شطب عليهم كلهم. كيف نبني؟ عايزين 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 دي حاجه. الحاجه الثانيه كيف نبني؟ زي ما بيقول الدكتور احمد، هذول الناس اللي في رابعه والنهضه معاهم اسلحه، نبني لما الجيش والشرطه يدهسهم ويدهس عليهم بالسبابات ويدبحهم كلهم. يعني كل الكلام ده احنا بنشوفه كل يوم. واحد من الشرطه مات. كيف نبني؟ احنا عايزين نصلح ونبني. الاعلام المصري اللي من 30 يونيو لحد النهارده ما جابش مظاهره واحده ضد الانقلاب العسكري. الاعلام المصري كله بفلوسه برجال الاعمال اللي بيعملوا. رسالتك وضحت يا استاذ مناع. كيف نبني مناع؟ انا مش كيف نبني اي حد. انا برحب بضيوف حضرتك كلهم. شكرا. وانا بشكر حضرتك على المداخله، وطبعا انت لك مطلق الحريه ان انت تقول رايك. كل واحد لازم يقول رايه. بس احنا دلوقتي يعني احنا عايزين نشوف هنعمل ايه، هنبني. انا هقول لحضرتك حاجه. انا يعني انا ما كملتش اجابه السؤال حضرتك. ما انا هقول لحضرتك كلمتني في المظاهرات ما كلمتها. انا هقول لك على المظاهرات دلوقتي. بس انا بقول لك انا لا يعنيني حزب ولا يعنيني حركه ولا مظاهرات ولا اسماء ولا يعني بلد. انا على يقين ان بلد بتنهار. بلد بتنهار دكتور احمد. كلنا نهدف الى بناء البلد، وبخاصه ان احنا الثلاثه قاعدين في امريكا. اتفضل حضرتك. لسنا لنا اي مصلحه خاصه في يعني اتفضل. لا مصلحه اقتصاديه ولا حتى سياسيه. مش هنقدر احنا نترشح هناك معانا الجنسيه. وان كان الدكتور حاتم يعني ضرب مثل جميل جدا، بقاله 15 سنه وما قدمش على الجنسيه ونزل فعلا، وانا احييه على ذلك انه ترشح لمجلس الشورى ولم يوفق. وبالمناسبه كان مرشح على قوائم حزب الحريه. طب المظاهرات انت طالعين مظاهره الاسبوع الجاي. المظاهره لها هدفين. أيوة. اثنين حضرتك. ايوه. هدف للنظام المصري اللي موجود ان كثير من المصريين يرفضون الوضع الحالي. الامر الثاني انها ايضا رساله للمجتمع الدولي ان ايضا هناك كثير من المصريين ما زالوا يرون ان الشرعيه مع الدكتور محمد. يعمل ايه المجتمع الدولي؟ هيعمل ايه؟ هيموت الناس هناك؟ يعمل ايه المجتمع الدولي؟ هو هل الحلول يا دكتور احمد هي الناس بتموت ناس؟ لا يعني هل الحلول هي يعني انا ليه فكره استدعاء المجتمع الدولي على بلدي؟ هل في حلول ان انا ادي اوامر للجيش انهم يضربوا في الراس
وفي القلب كذلك. هل من النصيحه حتى من الناحيه الدينيه انا ابن بلدي مخطئ انا استعدي عليه المجتمع الدولي ليه؟ انا بقول لحضرتك ليش استعدي، ما انا اروح له اديله النصيحه. لا هو المعونه قلنا اديله النصيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. قالوا كيف لله؟ قال اي بطريق الله، ولرسوله اي بسنه الله، وأئمة المسلمين وعامتهم. لكن أنا أروح أستعدي المجتمع الدولي كل مرة عايز أقول له إحنا عندنا يعني مصيبة في بلدنا. هل أنا أقول لحضرتك ليس هناك استعداء ولا نقبل أن أحد يتدخل في شؤون مصر الداخلية. القضية هي توصيل رسالة. زي ما الآخرين بيوصلوا رسالة، هذه أيضا توصيل رسالة. أنا ليه سؤال عن طرق الضغط محمد؟ بعد ذلك خليها سؤال زي حضرتك دي طريقة تفصيل مية. ليه سؤال؟ مظاهرات و لا 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 طرق الضغط الخارجي على مصر. لا حضرتك يعمل حصار اقتصادي، ما احنا أهلنا اللي هناك عايشين. طلبنا عمل حصار اقتصادي أقل من المظاهرة هدفها. أنا بقول لحضرتك الهدف هدفين واضحين. الهدف الأول رسالة. أنا بتكلم قلت لم أقل حصار ولا أقل ضغط، أنا قلت رسالة لمن في الداخل أن كثيرا من المصريين، ما قلتش كل المصريين، وينبغي للجميع أن يقول إن في مصريين بيؤيدوا وفي مصريين بيعرضوا. مفيش كلام. مين اللي يقول بقى مين أكثر ومين أكثر؟ ليس جلوسنا في هذه الحجرة وليس جلوسنا في ميدان التحرير. ارتضينا أن يكون في انتخابات وفي طرق. هذه الدول المتقدمة والدول المحترمة. الأمر الثاني أننا على المستوى الشخصي أرفض رفضاً باتاً، وأنا عشت في أفريقيا وكتبت ذلك على الفيسبوك أكثر من 10 سنوات. الدول الإفريقية عانت معانت من الانقلابات العسكرية وجعلت هذا جزء من التاريخ السقيم، التاريخ المريض، ولذلك الاتحاد الأفريقي كله رفض أنه يعترف بهذا الانقلاب. لم تذكر الجيوش الإفريقية في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد اختص الله سبحانه وتعالى جند مصر في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. جند مصر حالة خاصة بالشريعة وبالإسلام وبالدين ما وبالعقيدة. مع احترامي لحضرتك يا دكتور أحمد، أنا مش هدخل في الحديث ومدى صحته أو ضعفه أو قوته. الشعب المصري بمسلمه ومسيحيه على رأس من فوق. نحن نتكلم الآن في أمر نتمنى أن يكون فيه نظام سياسي مستقر. الجيش وظيفته حماية الحدود. يعني أنا لو، يعني لو أنا في طيارة وقالوا الكابتن جات له سكتة قلبية، الله الله لا يقدر ما مثلا، أنا بضرب مثل يعني فضل. خلينا بسطاء كده يعني. وبعدين فجأة لقيت واحد من الركاب أو من الكابينة أو whatever راح قاعد على الكرسي، هل أنا ههتم بالتنظير السياسي والتنظير الفلسفي لمن يجلس إذا كان لابسا بدلة كاكي ولا لابسا بدلة مزركشة ولا لابسا عمامة ولا لابسا جلابية بيضة؟ أنا هقول له من فضلك أنا علي السندوتشات والحاجات الساعة وأنت عليك تسوق. وصلنا. وصلنا. طيب احنا ده كويس يعني احنا يعني انا هو للاسف مش هيوصلنا وياخد الطياره. لا 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 احنا البدايه هو عايزه هم قالوا عايزين انتخابات رئاسيه مبكره واستفتاء والناس طلب على كده البدايه مره واحده. ده خارطه ما رضيش اخونا العزيز محمد مرسي ربنا يفك اسره. ولماذا لم يقم ولماذا يعني بفترض لماذا لم يقم الفريق السياسي بدعوه الشعب؟ انا بقول لك ده لم يرضى. طيب احنا لماذا هو لم يقم بدعوه؟ بس انا عندي الاجابه. هو ليه ما رضيش؟ اسمح لي اقول لك ليه مرضيش. اتفضل لان احنا خلاص الوقت تقريبا. وكل التيارات الاسلاميه المشتغله كلمه كده في التيارات السياسيه المشتغله التيارات الاسلاميه المشتغله بالعمل السياسي لا تلعب سياسه، هي تلعب ايديولوجيه مغلقه تتخذ من الدين قاعده لها لتنطلق ولتؤثر على الجماهير بغية السلطة وبغية الحكم. دي الحقيقة الحقيقية. ولذلك هذه التقية لن تخترقها أنت أبدا، لا بحوار ولا بسياسة. هي تقية. هيبقى لنا لقاء الأسبوع القادم إن شاء الله. دكتور مدحت يا ريتهم يرجعوا للدعوة. الدعوة كانوا موفقين في الدعوة. أخذ كلمة من الدكتور حاتم. باختصار الديمقراطية أستاذ محمد مش هي الوسيلة اللي تجيبكم بس للسلطة. الديمقراطية هي آليات واحترام لرغبة الناس. وأرجو منكم أنكم تبصوا للتجربة تجربة بنظرة نقدية وتشوفوا الأخطاء عشان تقدروا تصححوها، عشان تقدروا تبقوا موجودين في الساحة. والعريس لما ما يقديش مع العروس مش يعني بيقولوا له بخ بخ. ناخد كلمة أخيرة يعني كتب أستاذ محمد البني. أستاذ محمد البني كلمة أخيرة قبل حضرتك والسادة المشاهدين. عارفين إن وظيفتي إمام
وقلت لهم قدموني باسم الأستاذ وليس الشيخ. وتعمدت طوال حضرتك وأنت بتتكلم أن أنا لم أرد على أي شيء حضرتك بتتكلم فيه. أنا أرحب بما وأنا لا بس اسمعني بعد إذن حضرتك. وأنا تكلمت بتكلم على سياسة الآن وبناء مؤسسات سياسية في البلد. لم أرغب وأنا قلت لحضرتك والدكتور حاتم أن أنا لم رغم كل الجميع يعرف موقفي القوي والواضح والشديد أنني لم أستغل المنبر في وقت من الأوقات. لا أنا أشهد لك بذلك هذا الأمور. فكيف أنت حضرتك تتهم الناس في نواياهم الإخوان المسلمين؟ لا أنا بتكلم في العمل السياسي. أنت قعدت على كرسي السياسة أستاذ محمد مش مسألة نية. الإخوان المسلمين عملوا حزبي. أنا بقيم عملك العام. عملوا حزبي سياسي اسمه حزب الحرية والعدالة. وظيفة هذا الحزب المنافسة على السلطة. مش حقيقي. الحزب قائم على أساس ديني له أيديولوجية مغلقة لن يستطيع أحد أن يخترقها أو يقنعهم بها. يعني هي وجهة نظر وإحنا بص أنا هذا يعني هذا إقصاء. أنت حضرتك لا إقصاء. لا 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 خالص والله. إحنا مرحبا لنا الدكتور حاتم بجانبنا الشيخ خير مشاهد. ماشي أوكي بص يا أستاذ محمد دكتور أحمد احنا ترشح على قوائم حزب الحريه هيبقى لنا لقاء هيبقى لنا بس في حاجه يا استاذ احمد يا استاذ احمد سريع يا استاذ فكيف نتهم الناس محمد. لا 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 يا استاذ محمد انت لحظه تقعد على الكرسي استاذ محمد تبقى انت قاضي بس اقول له دكتور احمد في مانع الاسبوع القادم يوم الجمعه الجايه نكمل لا مفيش في مانع دكتور هادي استاذ محمد فلا غيبه يوم الجمعه الجايه ان شاء الله موجود حضرتك يعني من جلس على كرسي الوزاره هنا تنتقد احنا جايين لنا عشان نتفق احنا لازم احنا الفقره انتهت يا استاذ محمد واحنا الاسبوع القادم اسبوع القادم ان شاء الله الاسبوع القادم انت عندك مشكله الاسبوع القادم ان شاء الله نكمل الاسبوع القادم طب يا ريت نسلم على بعض يا ريت أه؟ انا موجود لا عندي في بوسطن لا 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 أه؟ عندي في بوسطن مش طب هنسلم هنسلم على الدكتور احمد شيخنا واستاذنا انا اسف انا اسف المكالمات اللي احنا ما قدرناش ناخدها وطبعا انا عارف ان احنا خدنا كتير من وقت الجزء البرنامج ومعانا طبعا الزميله العزيزه ريتا ومعاها مفاجآت في يمكن تهدي شويه الوضع بس احنا ان شاء الله الوضع هادي ان شاء الله خلال الاسابيع احنا نتمنى الخير لاهلنا وبلدنا في هدوء في البرنامج ده ونوصل لحلول مش بس لمصر لمصر ولسوريا ولبنان والفلسطين والدول العربيه ان شاء الله ومع الجسر انتظرونا الاسبوع القادم هسيبكم دلوقتي مع الزميله العزيزه ريتا شكرا بعد الاعلان ريتا